انا كي انا في الدار ودخلت شي دابا كيقرا في مدرسه بادر بحال كاع التلاميذ ضروري واحد راه فهمتي راه كاين خو راك عارف يعني شي سؤال ولا شي حاجه راه كيستعمل الاصدقاء ديالو ولا شي حاجه. وكنستغرب انا كتصوني لي الوالده ديالي كتقول لي بلي راه شدوه وكذا. ملي جينا لقيت الامهات كيبكيو هنا وهادي دابا غيمنعوهم حتى من المواد الاخرين اللي غيدوزو غيشتوهم 48 ساعه ما فهمتش غيضيعوا لهم دابا هذا العام هذا وغيعطيهم واحد العامين اخرى من بعد ما فهمتش اش دايرين واللي كيديروا المشاكل والامور كيدوروا عادي. تقريبا شي 20 واحد هنا كانوا كلشي جمعوه وكيبكيو الدراري دراري صغار اقل من 18 عام دابا عندهم الباك كلشي مشى ما فهمتش انايا. وكنطالبوا من انا طرا لي نفس المشكل انا ما داروش لي بحال هذاك العام حتى ساليت النتيجه ولقيت في الماده باللي راه حالات غش. ملي كتمشي النيابه كيقول لك راه ما عندنا ما نديرو ولا كذا الدراري دوك يضيعوا ما فهمتش انايا ما كيلقاو عندهم والو كيلقاو عندك يلقاو عندك ورقه كتنوضك استاذك كتعيط للجنه صافي كتهبط كيجيو البوليس كيبداوك كي البوليس كيبقاو يدوروا على المدارس كل المدارس كيجمعوا لنا جوج ثلاثه جوج ثلاثه جوج ثلاثه كاين اللي كيلقاو عندهم تليفونات وطافي يلقى عندي تليفون طافي كيقول لك قلت لك حطه فوق الطاوله علاش ما حطيتيش زيد حي كيعيطوا للبوليس كيجي وهادشي انا ما فهمتش انايا انا جينا قدام الكوميساريه انت كتشوف كلشي برداهم الدار الحمراء والديهم كيتسناو برا ما كيعطيهمش الشانس الخيط باغيين يعطيوهم ماكله يدخلوها والو ما كاين لا ماكله لا والو تسنى فهمتي ما عاطينهمش وقت. ودابا هاد الدراري بعدا يطلقوا ما يدوزوا ولا بغاو يعاقبوا من بعد يعاقبوا ما يطلقوا ما يدوزوا. دابا كاين اللي كيحفظ دابا جوج سيمانات ثلاثه سيمانات هو كيبريباري والديه امنيه ديالو تشدد الباك هذا كتجي انت كتمنعو دابا وغتمنعو واحد العامين. خويا دابا الكلمه الوحيده اللي نقدر نقول نوجه من وزير التعليم هاي انت الوالدين كيصوني دابا والله الا حشوم نتمنى من وزير التعليم يشوف من حاله التلاميذ هذا ويشجعهم ولا يدير معاهم شي حاجه يخليهم ما يدوزوا ديال البشر اللي الوالدين ديالهم طيبش بادر كانت لابيل ديجا ما عندها بادر فهمتي فيرم ايوا كاين اللي كيقرا وكاين اللي التليفون